اليوم عندنا مرسيدس مرسيدس ما بعرف شو مرسيدس التمساح. في مشكلة انه داخل بالليمب مود، يعني السيارة ما بتمشي اكتر من 80، ما فيها عزم بالمرة، شغال فيه ضو تشيك انجن مثل ما شايفين. هون في عنا زيت بالتيربو، اوكي شيك التيربو، في شوية فضاوي التيربو بس ماشي حاله، شوية صغيرة ما بيأثر. سبب العطل الرئيسي هدول الكبلات اللي هيك مزلطات، هدول ما لازم يكونوا هيك نهائيا. ما بعرفني مشتغل فيها قبل السيارة وعامل هذا المسلسل. شيل هاي، نعمل هيك، في عنا ويرات مقطعة. لازم ينفك كل هاد فعليا عشان تطلع هاي القطعة اللي تحت، لانه في عنا كود بحط لكم اياه وراح فرجيكم اياه للكود هلا. ثواني خلونا نشوف الكود. هذول كلهم مفصولين الكود اللي هو هاد 25131. اوكي تشيك ذا كومبوننتس M55 انتل بورت شوت اوف موتور بوزيشنال سيجنال فولت. اوكي هذا هو اللي هي هي القطعة اللي هون بس بينه هي اللي جوا. اوكي فانا رح فك وشوف شو بده يطلع لي جوائز و... طبعا لما تكون هي القطعة عاطلة لبعد فترة بصير عندك بارتيكل فلتر كمان، لانه السيارة اساسا بالليمبود فما بتعود فيها ضغط لحتى تنظف البارتيكل فلتر، بصير بيقرا غلط. شوفكم على خير، لا تنسونا من الدعاء والاشتراك والشير والحلزونات والتمساحات، والى اللقاء في حلزونة اخرى.